ما كانش عنده حتة بقى اللي هو يعني أنا مشهور بقى و... لا 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 بالعكس، كان بيبقى مبسوط إن هو مشهور والناس بتحبه، ويعني وده بان أكتر في الجنازة بتاعته، يعني في الجنازة بتاعته ولغاية ما توفى، يعني لغاية النهاردة ستيلنا وأنا بشوف سيرته بتبقى حلوة. يعني أنا بتفاجئ بصراحة، هو بقاله دلوقتي داخل على 5 سنين، لا بتفاجئ ان الناس ما عرفهمش، يعني بيحكولي مثلا باباكي كان بيعمل كذا، موقف كذا كده.